تواصل المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر مختلف المنافذ الدولية بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام. وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ الدولية لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث دعمت منصات الجوازات بالقوى البشرية والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.